ذلك، لكن ممكن الجول الأول، ممكن الجول الأول، تحولت الجول الأول، جول لويس سواريز إلى ضربة جزاء، ممكن يكون الجول الثاني من نيمار، نيمار غوركا الهدف الثاني، نيمار يتقدم ضربة الجزاء للبرشا ونيمار جول، جول ثاني لبرشلونة. سيليسن وأمامك الآن هدف تقليص الفارق، حلوة 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 قوية الرأسية وفي الزاوية وصعبة على حارس نيمار مع الثالثة، ميسي مع الثالثة، الثالثة ثابتة ثابتة في الجول، ثبتها ميسي في الجول.